خير الناس فعظمنا، ومن سيء الأخلاق فسللنا، وعلى صالح الأعمال فقومنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا، وعلى الأعداء أعدائك الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انكلنا ولا تنكر علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأكرمنا ولا تهنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اشرح صدور الإسلام، وحبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من المهديين، واجعلنا من عبادك الصالحين، ولا تجعلنا يا الله يا الله يا الله من أشقياء المردودين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله.